جيمس هامبلن هو طبيب لم يستحي منذ 5 سنوات، أي منذ 2015. قال أنه أراد أن يعرف ما الذي سيحدث بعد الإقلاع عن الاستحمام. توقف عن استخدام الصابون والشامبو ومزيل العرق وكل منتجات التنظيف للبشرة. يكتب لمجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، والتي نشر فيها مقالا في عام 2016 بعنوان أقلعت عن الاستحمام واستمرت الحياة، وكتب إننا نقضي 2 كاملين من حياتنا في الاستحمام، ترى كم من الوقت والمال والماء نخسر. يقول هامبلن بمرور الوقت يعتاد جسمك أكثر فأكثر، لذا لا تنبعث منه رائحة كريهة إذا لم تستخدم مزيل العرق والصابون. ويقول بأن زوجته أحبت رائحته الجديدة ووصفها آخرون بأنها ليست سيئة. ويقول أنه لا يزال يغسل جسمه بالماء فقط عندما يتسخ بشكل واضح أو بعد ممارسته التمارين الرياضية.